مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم. اختتمت فعاليات مسابقه الشيخه فاطمه بنت مبارك الدوليه للقران الكريم بدورتها الاولى. وها نحن اليوم في مسابقه احسن الاصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً. رسالة شكر وعرفان أقدمها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل حفظه الله تعالى وإلى أم الإمارات فاطمة بنت مبارك وإلى جميع أعضاء جائزة دبي الدولية حفظهم الله تعالى ورعاهم. ورسالة شكر كذلك أقدمها لأخواتي ولبناتي الحافظات وأقول لهن حفظكن الله وأرجعكن الله إلى بلادكن سالمات غانمات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكن نبراس خير لهذه الأمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. الحمد لله الذي هدانا آمين. سبحانه من خالق سبحانه آمين. من فضله علمنا القرآن. لكتاب الله تعالى والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والجاليات المسلمة حول العالم وتنفيذا لتعليمات سعادة المستشار إبراهيم محمد بن مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية والمتمثلة بتوفير المادة التلفزيونية لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولي للقرآن الكريم في كافة أنحاء العالم وإيصال صوت المسابقة والمتنافسات الحافظات لكتاب الله لكل العالم وبناء على هذه التوجيهات يعمل فريق عمل تقنيه المعلومات بالجائزه يدا بيد مع فريق عمل وحده الاعلام وفريق مؤسسه دبي للاعلام على بث هذه المسابقه المباركه والتي تحمل اسم غالي على قلوبنا جميعا اسم سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك ام الامارات بثا مباشرا على مدار الساعه فبالاضافه لذلك تبث قناه الجائزه التلفزيونيه الخاصه بالمسابقه على شبكه الانترنت من خلال موقع الجائزه الالكتروني والتطبيق الذكي والتطبيق الذكي لجائزه دبي الدوليه للقران الكريم. يقوم الفريق كذلك ببث الفعاليات مباشره من مسرح ندوه الثقافه والعلوم حيث تقام المسابقه على شبكه التواصل الاجتماعي مثل قناه اليوتيوب الجائزه والهواتف المتحركه والاجهزه اللوحيه التي اصبحت متوفره تقريبا في كل انحاء العالم. قامت وحدة الشؤون المالية والادارية بتوفير الاجهزة ذات التقنية العالية كما قامت بتطوير استوديو البث في مبنى الجائزة لاستقبال البث التلفزيوني وعدد بثه للعالم عبر موقع الجائزة الالكتروني، كما قامت الوحدة بتوفير اجهزة الاستوديو المتحرك حيث تقوم ببث وتسجيل الفعالية مباشرة من مكان الحدث وتوفير التسجيلات الخاصة بكل دولة على حدا عبر قناة يوتيوب الجائزة بالصورة يومية. ومن المفرح للقلب فعلا هو تفاعل جمهور المشاهدين مع هذه المسابقة في كافة أنحاء العالم وما ما يزيد من فرحتنا هي النسبة العالية للمشاهدات الخاصة بهذه المسابقة التي تصل إلى نسب قريبة جدا من نسبة مشاهدات المسابقة الدولية التي في شهر رمضان وهذا ما يوضحه الرسم البياني ونلاحظ في الازدياد المفاجئ في عدد المشاهدات وهذه الزيادة واكبت انطلاقة مسابقة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولي للقرآن الكريم حفظها الله ورعاها وأنا نتوقع مع إجداد المنافسات أن تتخطى هذه النسبة وتتفوق على نسبة مشاهدات المسابقة الدولية مما يدل على اهتمام دولي واسع بهذه المسابقة ومتابعة فئات كثيرة لها والحضور المكثف يتوزع على كافة أنحاء العالم بنسب مرضية جدا بالنسبة للمسابقة في دورتها الأولى كانت المشاهدات الأكثر من المملكة العربية السعودية بنسبة 12% والتي تخطت المشاهدات منها أكثر من مليون دقيقة بث أي ما يعادل حوالي عامين و وعشرين يوما ومن ثم اندونيسيا بنسبة 9.5% ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.5% 6% تقريبا من دولة الأمارات العربية المتحدة من فرنسا 4% بريطانيا وهكذا حتى وصلت المشاهدات إلى كافة أنحاء المعمورة وبهذه المناسبة نشكر جميع من تعاون معنا وحدة الإعلام وتلفزيون دبي وفريق تقنية المعلومات وشكرا للجميع نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله قد أنزل رب القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها آه ورفيق الدرب مدى الزمن آه يا حامل آي النور فتاة بسم الله الرحمن الرحيم مع انتهاء فعاليات الدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدورية للقرآن الكريم تكون جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم قد حققت هدفاً من أهدافها ألا وهو إقامة مسابقة دولية للفتيات على مستوى حفظ القرآن كاملاً وقد سعدنا بهذه الجائزة وسعدنا كذلك بأن هذه المسابقة تحمل اسمًا عزيزا علينا في دولة الإمارات بل على كل عربي ومسلم هو اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آه التي يحمل لها الجميع الود والحب والاحترام والتقدير و آه وقد وجدنا ذلك من خلال المشاركة الكبيرة التي آه شاركت في هذه الدورة من المسابقة على الرغم أنها الدورة الأولى فقد شارك فيها 72 دولة مما يؤكد على الحضور الواضح لهذه الجائزه ولاهميه المشاركه فيها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع وان يكتب التوفيق والسداد لنا جميعا وان نلتقي في الدوره الثانيه في السنه القادمه ان شاء الله. وها قد اختتمت فعاليات مسابقه الشيخه فاطمه بنت مبارك الدوليه للقران الكريم بدورتها الاولى. الى هنا نصل بكم مشاهدينا الى ختام رسالتنا لهذا اليوم. وحتى نلقاكم في الغد مع رساله جديده لكم تحيات اللجنه المنظمه بجائزه دبي الدوليه للقران الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته